الوحدة السكنية عندنا فيها جوج غرف وصالون ومطبخ وحمام، تقريبا 60 متر مربع، زائد درنا اليوم واحد البقعة خاوية مورا الدار كتسمى الحوش، هذيك تقريبا فيها واحد 40 متر مربع، يمكن اليوم يديروا فيها اللي بغاو. بالنسبة للتجهيز الداخلي كله هو درناه، بالنسبة للتجهيز الخارجي راه المبادرة جات من العمالة السيد العامل، فيما يخص الإنارة، التزوير بالماء والكهرباء والوضع الحار، كلهم تكلف بهم السيد العامل عن طريق المبادرة الوطنية التنمية البشرية. الصفقات كلهم موجودين، يعني بقات غير الانطلاقة ديال الأشغال ديالها. دونك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذ السنة، قام السيد العامل عامل صاحب جلالة الإقليم والمعززات بزيارة تفقدية لورش منطقة من المناطق المتضررة بزلزال الحوز، واللي كتعتبر من تابع للنفوذ الترابي لجامعة خزانة اللي هي دوار النيل. قام السيد العامل بزيارة تفقدية للورش اللي هو الآن في مراحل متقدمة من الإنجاز، واللي كان دائما حريص على أن يقوم بزيارات متعددة لهذه المنطقة اللي كتعتبر كعملية اللي هي نموذجية اللي تشكل واحد التجمع عمراني لمجموعة من الساكنة المتضررة بالزلزال. العملية كذلك هي كتقام على واحد المساحة تقريبا 4 هكتار، واللي جات بالمحاداة من دوار أنميد اللي كذلك تم تحديد ديالو باش يكون واحد التجمع عمراني من ساهموش فيه بالسكن اللي تيكون متفرق، اللي غادي يكلفنا واحد الانجاز ديال تجهيزات اخرى. دونك هذا كذلك جاء في اطار الدوريه المشتركه ما بين السيد وزير الداخليه والسيده وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه. جاب القاسم ادوار نميد، الله ينصر سيدنا ابنايا، الحمد لله غرق كنمو يطير الجبل، الله ينصر سيدنا، نشكر في الله سمحت فلاس ارتنت شكار، الله ينصر سيدنا. بدنا الاشغال غير تقريبا كمنا 75%، نفرحن كي المستفيد تقريبا استفدن الحمد لله، واللي استفدني اتي فرحنا بخير وعلى خير، واللي استفدنا نتمنى ان شاء الله تستفدنوا لانيتني، يعني القضيه نتمو كريس المستفيدين اللي استفدنا تيتفكوا الحمد لله. بالنسبه للبنايات اللي كمل تقريبا 75 حتى 80%، يعني غنايا المعاناه نسكوا الحمد لله تيغيك بخير وعلى خير، يعني ولدان غير اللي حتى كان المشكل سيدنا تنصر ربي. حد 43 15 9 33 اخرى ياك 33 في الفان ديال الشرع، المهم كاين لا الناس خاصهم يسكنوا، الهدف هو الناس يسكنوا، حتى انا واخا نزوقوا هادشي كما كيما نديروا، لا ما يسكنوش فيه الناس راه ما عندوش قيمه.